لكن دكتور دكتور الهجوم الإيراني بطائرة مسيرة ألا يمثل إهانة للتواجد الأمريكي وصفعة للتواجد الأمريكي في المنطقة؟ لا لا طبيعي جدا. يعني اليوم كيف طبيعي جدا؟ في إصابات في جنود أمريكيين أصيبوا ومقتل متعاقد. نعم، لكن كم سقط من حلفاء إيران والجنود الإيرانيين والحارس الثوري الإيراني؟ يعني بالمقابل أيضا قدمت إيران تضحيات كبيرة وضحايا في هذه العمليات، في هذه المواجهة، وأيضا في المواجهات الأخرى، مختلف الهجمات الأمريكية على المواقع الإيرانية، سواء في الميادين، سواء في البوكمال، سواء في دير الزور وحق العمر أو غيرها، أو الحدود العراقية السورية التنف، هذه كلها مواجهات. هناك ضحايا، يعني قبل أسابيع أو أيام أيضا كان هناك هجوم أمريكي على بعض البؤر والقواعد الإيرانية وحلفاء إيرانية وإيرانيون، وكان هناك ضحايا. يعني إذا بالمقابل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نعم هي تتجنب أن تقدم ضحايا من الجيش الأمريكي، لكن بالمقابل أي حرب لابد أن يوجد في هذه الحرب ضحايا من هذا الجانب أو ذاك، لكن بالمقابل حجم وتأثير القصف الأمريكي بالتأثير.